حضراتكم في آخر فقرة، والفقرة دي هنتكلم فيها عن رياضة هي مش رياضة غريبة، يعني رياضة إلى حد كبير موجودة في مصر بقالها سنوات كبيرة وليها كمان اتحاد. هنتكلم عن التايكوندو اللي هي بيتقال عنها رياضة من الرياضات يعني القتالية شوية أو اللي فيها دفاع عن النفس. هي جات لنا من كوريا الجنوبية، ولكن في نفس الوقت احنا عايزين نعرف يعني إيه أصلا مصطلح تايكوندو، وفي نفس الوقت عايزين نعرف طب هل مصر متقدمة في هذه الرياضة أم لا، طب حصلت على بطولات إيه بالظبط. خلينا نعرف كل التفاصيل دي، بس نرحب في البداية بضيفنا ماستر التايكوندو محمد عبد التواب، هو مدير فني لنادي حلوان ومدرب عام اتحاد الشرطة الرياضي. صباح الخير على حضرتك فندم، أهلا بيك. سعداء بوجود حضرتك معانا، وخلينا نعرف من البداية حتى من الطريقة اللي يعني نهواندا قدمت بيها حضرتك ماستر تايكوندو أو تايكوندو. ماستر دي رتبة بتوصل لها بعد مرحلة معينة أو يعني تصنيف ما؟ دي دورة بناخدها في كوريا بعد درجة حزام معينة ما بتقلش عن 4 دان، يعني 4 درجات من الحزام الأسود. بنبدأ ناخد الدورة دي برة في كوريا، وبنبدأ ناخد شهر تقريبا إعداد ليها في كوريا، بناء عليه بناخد اللقب إن إحنا من أسياد التايكوندو في العالم، وده المقصود بكلمة ماستر تايكوندو. طيب نبدأ بقى بكلمة أصلا تاي كوندو. حسب ما أنا أعرف ومعلوماتي طبعا أكيد يعني مش فظيعة، بس تاي هي مفروض بتشير للقدم، كوان اللي هي قبضة اليد، ودو دي اللي هي الأسلوب. فيعني نعرف برضو أكتر عن أصل اللعبة. المعنى الإجمالي أسلوب باستخدام القبض اليد القدم والقبضة. اللعبة بدأت في كوريا، كان عندهم طبعا مشاكل مع الطبيعة ومشاكل في الحروب الأهلية، فابتدوا يستخدموا أو يطوروا طرق للدفاع عن نفسهم. ده الكلام ده من 200 سنة تقريبا لغاية ما وصلت للشكل الأولمبي اللي احنا فيه دلوقتي، واحنا الحمد لله احنا عندنا أكبر عدد أبطال عالم وأبطال أولمبيات في مصر هنا، ومحققين ترتيب عالي جدا في التايكوندو. هاي هاي جميل. بالمناسبة احنا يعني سمعنا ان السفارة كوريا الجنوبية في القاهرة بالاشتراك أو بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضة التايكوندو أو التايكوندو بيقدموا مجموعة من الدورات لتدريب المهتمين بالرياضة دي، وحضرتك شخصيا بتشارك فيها كمدرب، يعني ايه أهمية الدورات دي وحجم الإقبال عليها عامل ازاي؟ كان ليا الشرف ان انا اكون محاضر للمركز الثقافي الكوري عشان ننشر رياضة التايكوندو في الأقاليم اكتر. كوريا بتمد الأقاليم وبتدي الأندية اللي هي الموارد بتاعتها قليلة بأدوات ببدل بتقنيات جديدة، بتجيب احيانا كوريين يدوا دورات معانا. المركز الثقافي الكوري بيساعد كتير جدا في انتشار اللعبة، الاتحاد بيساعد معاه في انتشار اللعبة في نفس الوقت، واحنا الحمد لله دلوقتي دخلنا البارة تايكوندو وداخلين الأولمبياد بيها الجاية. كابتن عمرو السين كان يعتبر هو أبو البارة تايكوندو لأنه أول من أنشأها في الفترة الانتخابية الأخيرة ديت ليه. فاحنا الحمد لله في مصر دلوقتي كمركز ثقافي كوري وكاتحاد مستوى انتشار اللعبة عالي عن الأول بكتير. وطبعا الله يرحمه كابتن فرج العمري هو من اول من اقترح فكره نشر اللعبه في الاقاليم وفي الاماكن البعيده. طيب كابتن محمد، يعني ممكن يكون حد برضو بيتفرج دلوقتي تمام هي لعبه جايه لنا من كوريا الجنوبيه ودخلت مصر 74 والاتحاد اتعمل سنه 78 وفيها اقبال شديد، بس في نفس الوقت انا مش فاهم الفرق منها بما ان احنا بنتكلم يعني عن رياضات الدفاع عن النفس، التايكوندو او الكاراتيه او غيره، فممكن نفهم الفرق ما بينهم اللي هي الالعاب القتاليه المختلفه؟ تمام. هو الفرق في التكنيك ده رقم واحد، رقم اتنين في نظام المنافسات. يعني التايكوندو هو بيستخدم القدم اكتر في البطولات، عكس الكاراتيه هو ايد ورجل اكتر في البطولات. احنا عندنا بومزه دي شبيهه للكاتا، فيها الايد اكتر، فيها القدم برضو لكن ايد اكتر، وده قتال تخيلي وليه بطولات عالم. الاوقيه بتاعتنا عشان احنا الحمد لله لما حبوا يدخلوا التايكوندو اولمبياد فشافوا ايه عوامل الامان، لان دي اول حاجه يطلبها الأولمبيات إن يكون في عوامل أمان. فالتايكوندو عنده أوقية كتير جدا كعوامل أمان، دي اللي بتخليه يدخل الأولمبيات. الفرق ما بينه بين أي لعبة تانية إن التايكوندو فعال أكتر، لأن الفرق التايكوندو مطلوب إن أنت تجيب قضية بكل بإيدك، ممكن ببانج واحد في الماتش ده حق ليك برجليك، لكن مثلا ممكن نتكلم لو اتكلمنا عن الكاراتيه في حدود للضرب. صح.
فده الفارق ما بين اللعبتين. تمام. دايما بنلاقي ابطال مش بس التايكوندو، الحقيقه تايكوندو وكاراتيه وجودو كل الابطال المميزين جدا في الرياضات القتاليه العنيفه دي، بتلاقيهم دايما اشخاص هاديين جدا وعندهم ثبات انفعالي. ده المرحله معينه يعني. طب بالظبط طبعا، بس يعني دي دايما سمه غالبه، دي حاجه بيتعلموها ولا دي الثقه اللي بيكتسبوها بتخليهم اتقل نسبيا؟ هي بتكون عامل اكتر زي ما حضرتك قلت، الثقه الاكتر، ان انا مش محتاج ان انا استعرض قدراتي او ابين ان انا قوي، لان انا الشيء ده موجود فيا بطبيعتي. فزي كان بيقول الفاقد الشيء لا يعطيه، فمكتسب الشيء مش محتاج ان هو يعبر عنه. بس برضو انا هستكمل سؤال كريم، وبرضو اللي بيمارسوا رياضات قتاليه زي كده، كان معانا برضو بطل قبل كده في الكاراتيه، الشكل او التكوين الجسماني مش الشكل اللي هو العضلي يعني الضخم، يعني دايما برضو في شيب معين. بيرجع لنقطتين، النقطه الاولى ان احنا بنلعب موازين، فانا ممكن العب في مكان مش محتاج عضل كتير يشيل يبقى معايا، لغير ان كتر التمرين انا ما بشيلش احمال. أيوة. انا التكرار للحركه الواحده بيخلي شكل العضله ليه طبيعه معينه، عكس لعب رفع الاثقال او الحديد هو من كتر ما هو بيشيل وزن معين ده بيأثر على شكل كتله العضله طبعا. فده الفرق، نوع الرياضه كمان بيفرق في الحجم غير الموازين كمان. يعني معنى كده ان ممكن الكتله العضليه تعطل الجزء اللين المطلوب لممارسه الرياضه دي، ان طبعا مطلوب فيها الليونه بشكل مطلوب لو زاد عن حدود معينه. يعني انا النهارده لو انا لاعب يهمني حجم العضله، فانا كل ما يهمنيش مرونتها، فبالتالي انا هبقى فاقد العنصر المرونه في الشغل. فده اقول لو غير يعني بستوعب كلام حضرتك. يعني متخيل ان كل ما بيكون الواحد عنده كتل عضليه اكبر، فبالتالي ده ممكن ياثر سلبا على الليونه، والليونه مطلب اساسي. هو انا دلوقتي فليكن بعمل قوه لعضله معينه، بعدها بعمل لها مرونه كده، انا اديتها القوه والمرونه مع بعض. لكن لاعب كمال الاجسام فليكن هو محتاج القوه ومحتاج الحجم، المرونه ما تديلوش الكلام ده اكتر. طب. لان انا كل هفرد العضله تاني. فلاعب التايكوندو هو مش محتاج الحجم العضلي قد ما محتاج القوه العضليه، ودي بيبقى لها شغل معين. هي القوه ممكن تنفصل عن الحجم، هو مش المفروض كل ما تبقى القوه العضليه مساحة العضلة كبيرة فبالتالي تبقى العضلة نفسها ده, ده ده نوع من التدريبات عشان اخد الجزء ده، لكن انا محتاج نوع معين من التدريبات يديني قوة لكن ما يدينيش محيط عضلة كبير. طيب لو احنا هنتكلم مثلا عن اللي هي السباقات او مش السباقات، يعني البطولات بتاعة اليو اف سي وغيره، هم هناك الرياضة دي بيمارسوا فيها ايه؟ بيمارسوا فيها حاجة قريبة من التايكوندو ولا بيمارسوا فيها حاجة تانية؟ يعني الفن القتالي اللي بيمارس هناك ايه هو؟ هما بيستخدموا اي شيء يوصلهم لنقطة النجاح. لو يعني مفيش ريستريكشنز، مفيش قواعد في اللعب؟ لا، لان هما حاطين نظام معين ليهم، مش حاطين لعبة معينة، هما حاطين العام. يعني بيبقى ميكس ما بين الفنون القتالية المختلفة نقدر نقول. الأداة اللي تقدر تكسب بيها استخدمها. يعني ان كان ايدك، ان كان القدم، ان كان الطرح، ايا كان. برضو الحكومه الكوريه بالتعاون وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لرياضه التايكوندو بيعملوا جاهدين على تعزيز الرياضه دي على مستوى العالم. بالمناسبه احنا فين من المنظومه الرياضيه دي عالميا، والابطال المصريين حضرتك قلت في بدايه كلامك ان احنا عندنا ابطال عالميين فيها، اولمبيين، فاحنا متصدرين يعني. احنا في الاوائل الحمد لله، وده من بدايه التايكوندو في مصر. في مصر احنا اولا الاتحاد الافريقي التايكوندو رئيسه اللي هو احمد الفولي، وكان رئيس الاتحاد العربي لفتره قريبه. البارا تايكوندو احنا لينا اتنين دخلوا تصنيف هيلعبوا اولمبيات بارا تايكوندو، عندنا ثلاثه على ما اعتقد او اربعه هيلعبوا اولمبيات اسوياء 21، غير ان احنا عندنا اكبر عدد من ابطال العالم. احنا تقريبا ممكن تكون الدوله بعد كوريا الدوله الثالثه او الرابعه في عدد ابطال العالم على مدار السنين اللي فاتت. عندنا هدايا ملاك، عندنا سيف عيسى، عندنا الابطال القدام كابتن تامر عبد المنعم، كابتن محمود شلبي، كابتن طلعت، عندنا عدد ما يتحصيش يعني. طيب لو هنتكلم بقى عن تنظيم البطولات في مصر، حسب معلوماتنا ان بيتم تنظيم هنا بطوله كاس السفير الكوري في للتايكوندو، دي بتبقى كل سنه تقريبا. تمام. طيب السنه دي بقى نعرف احنا واصلين لفين. اتفضل يا كابتن. السنه دي من ناحيه البطوله ما تحددش ميعادها عشان ظروف كورونا، لكن هي الاخر مره اتعملت، واتعملت
السفاره الكوريه بتعمل شيء جميل دلوقتي، هي بتقول مش شرط في القاهره، انا عايز اطلع اسوان، اطلع الدول الاقاليم والمحافظات بره، ابقى انشر التايكوندو. فاخر مره عملها في اكتر من محافظه خارج القاهره. ده حلوه جدا، مش كمان عشان نشر التايكوندو، ده كمان علشان ترويج للسياحه اللي عندنا. ده حقيقي، والحمد لله احنا اكتر من بطوله دوليه عملناهم هنا، عملنا في الغردقه، عملنا في الاقصر، عملنا في شرم، اخر بطولات عملناها في الدول في المحافظات دي عشان يكون في رواج للسياحه. طب جميل جدا. عدى على حضرتك اهالي او اولياء امور خايفين ان هم ولادهم يتمرنوا او يلعبوا ويمارسوا الرياضه دي بالتحديد، بس ولادهم هم اللي متمسكين بيها قوي، هل احتجت ان انت تقنع اولياء امور في وقت من الاوقات؟ مشكله كبيره عندنا، والمشكله الاكبر ان هو احيانا بيشوف التايكوندو العاب ثانيه. يعني حتى لما بيجي ولي امر بيقول لي انا محتاج ان انا اشترك لابني، اقول له انت شايفها ايه؟ لان احيانا بيشوفها كاراتيه لان البدله قريبه من بعض. فبعد ما لا يقول لي يا كابتن انا عارف ان ده تايكوندو. طيب اصل احنا خايفين يا كابتن، اللعبه عنيفه، بنشوف قضايات كتير جدا لما بيخش اليوتيوب بيلاقي احنا اكتر عدد ضربات قاضيه بيبقى في التايكوندو عكس الالعاب الثانيه، لان احنا مفيش ضربه بتطلع لازم تكون فعاله. فطبعا بيبقوا متخوفين شويه، لكن لما بنشرح لهم وبنعرفهم عوامل الامان عندنا ايه والكلام ده بيبداوا شويه. اصل اللي خلاني اسال حضرتك السؤال ده ايه، ان يعني بيبقى في اولياء امور عندهم اطفال وخصوصا الصبيان لما يكونوا هاديين زياده او مسالمين زياده. ايوه. الشخصيات اللي هي الطيبه بشكل استثنائي، فدايما في فكر شعبي كده يقول لك ايه، او ممكن يسمعوا نصيحه من حد لا خليه يلعب تايكوندو، خليه يلعب كاراتيه عشان ينشف كلمه او مصطلح عشان ينشف. صحيح، ده حقيقي، لكن هو المشكله ان هو لما بيخشوا ويشوفوا اللي سابقينهم في التدريب فبيحصل ان هو ايه، هو بيقارن ان انا دلوقتي انا هعمل ايه مع ده. فالخوف بيجي من هنا، بنطمنه طبعا واحنا بنبدا معاه مراحل تاهيليه لغايه ما نبدا ندخله الفريق. طب هل في سن معين للانضمام؟ يعني ممكن حد لما يكبر في السن يقول انا عايز ابتدي بقى ادافع عن نفسي او اتعلم الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس يعني، فيلجا للكاراتيه ولا يلجا لانهي رياضه دفاع عن النفس تحديدا؟ هل التايكوندو من الرياضه دي اللي بتسمح مثلا عند اي سن؟ الرياضه التايكوندو عندنا البومزه اللي هي القتال التخيلي بيبدا مراحل، كل 10 سنين تقريبا مراحل لوحدهم. احنا عندنا تحت 30، تحت 40، تحت 50 وهكذا. فممكن اي حد يشارك ومفيش احتكاك ما بينه وما بين خصم قدامه، فهو بيعمل شيء تخيلي قدام الحكم وبياخد عليه درجه فيقدر يشتغل عادي. كاتا كده في الكاراتيه قريبه يعني. واحنا عندنا اكبر عدد ابطال عالم، وعندنا هبه نادين دي اول بطله عالم واخده تاني عالم عن افريقيا وعن الدول العربيه، ما حدش وصل لتاني عالم غيرها هبه نادين. عندنا كابتن يحيى عبد الحميد عندنا نفس الموضوع، عندنا كابتن عبد الفتاح ده في البومزه، غير ان احنا لسه واخدين ترتيب عام اول في البطوله العربيه اونلاين من ايام. انا مش هسال حضرتك البنات موجودين ولا لا في لعبه التايكوندو، لان انا عارفه ان هم موجودين. وزي ما حضرتك مثلا ذكرت دلوقتي مثال حي، يعني انا هتكلم عن مدى زياده عدد الفتيات في فكره ان هم الانضمام للرياضات او رياضات الدفاع عن النفس، خصوصا في الفتره الاخيره ابتدت الثقافه تختلف شويه، ان احنا مش عايزين البنت تخاف، عايزين البنت تواجه، عايزين البنت تتعلم ازاي تدافع عن نفسها بنفسها. دي الثقافه المتغيره دلوقتي في مجتمعنا. ده انعكس ازاي بقى على عدد المشاركات في الرياضه دي؟ ده هو مش في المشاركه لوحدها، ده في النتائج. احنا اقوى نتائج لينا في الفتره الاخيره هي من البنات، واعلى فنيات البنت فيها افضليه عن الولد في تطبيق الاوامر، بتاخد الامر بتطبقه، بتجتهد في البيت. ممكن عندنا صعوبه مع الولد اكتر عقبال ما بنبدا نراضيه نفسيا عشان يبدا يشارك، ولما حد من اصحابه يبقى اعلى منه شويه فبيلجا للهروب، يعني انا مش هتمرن النهارده، انا مش هعمل النهارده. احنا بقى بنشتغل على نفسنا، نطور نفسنا، نثبت ده نفسنا. ده حقيقي، وعندنا هدايه ملاك هي اكبر مثال للموضوع ده، وهي مصنفه للاولمبيات وهي بطله الاولمبيات اللي فاتت. هل الشعب المصري عنده مقومات او خصائص معينه مخلياه او مساعده على انه زي ما حضرتك قلت من شويه احنا رقم 3 أو 4 على مستوى العالم؟ هل احنا عندنا حاجه معينه مش موجوده عند شعوب ثانيه مساعدانا في ممارسه الرياضه دي او في التفوق فيها؟ ده احنا عندنا عن كوريا ذات نفسها كمان، يعني انا رحت كوريا كتير كنت بكتشف ان 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 في لاعب هو مش موهوب لكن ناجح جدا من كتر التدريب.
عندنا اللاعب بتاعنا مش محتاج كميه التدريب دي كلها علشان يكون لاعب ناجح، لان الموهبه عندنا بالفطره عاليه، طبيعه اللاعب قريب من التايكوندو جدا، طبيعه المصريين قريبه جدا جدا من التايكوندو، فبكتشف ان عدد ساعات تدريبنا القليله بتقربنا برغم كده من الكوريين اللي بيتمرنوا تقريبا شبه يوميا اكتر من تمرين او اتنين في اليوم. لان احنا مشاغل الحياه عندنا كتير قوي، فبتخلي اللاعب بيتمرن 3 أو 4 مرات في الاسبوع، هو بيتمرن كل يوم، وما تحطهم قدام بعض النتيجه بتبقى قريبه. هل القوة البدنية أو الشكل البدني بيختلف؟ يعني بنتكلم برضو في فرق بين الجسد، السمات الجسدية أو البدنية هل بتختلف؟ طبعا. هل ربما مصر مساعدنا إلى حد كبير برضو؟ إحنا فينا حاجة إن إحنا شبه كل رياضة، يعني لو هنتكلم على التايكوندو هلاقي الرجل الطويلة، هنتكلم عن الجودو هلاقي العريض، هنتكلم فكل رياضة إحنا عندنا شبه ليها، عكس دول كتير جدا هم كلهم سمات قريبة من بعض، فتلاقيهم ناجحين في حاجه واحده او حاجتين. لكن الحمد لله احنا كمصريين لايقين في كله الحمد لله. كويس كده، جميل. فيها شكل جمالي حلو الرياضه دي. الرياضه جميله للي بيتفرج حتى عليها، تحس بمتعه كده حتى لما بنتفرج على افلام سينمائيه وفيها مثلا مارشال ارتس بشكل عام، مش لازم تايكوندو بالتحديد. لا، في ناس بتستمتع باللي هم شايفينه ده. وبعض الالعاب الثانيه شبه الكونفو والكاراتيه بيستخدموا تكنيك التايكوندو في الافلام علشان هو الشكل الجمالي افضل. طبعا. لدرجه ان هو التايكوندو في كوريا شبيه عندنا للفولكلور الشعبي بتاعنا، التحطيب هو عندهم اي حفلات اي افتتاحات احيانا الكلام ده كله التايكوندو بيكون زي الفرقه الشعبيه عندنا والفولكلور بتاعهم. بس انا عندي سؤال ارجع شويه للتاريخ بتاع التايكوندو، يعني هو اشمعنى انتشر في كوريا الجنوبيه؟ يعني الفتره لو هنتكلم فكره هنا من 2000 سنه، هو اصلا الحياه كانت بدائيه جدا، وكان الانسان لازم فعلا يدافع عن نفسه علشان زي ما حضرتك ذكرت الحروب الاهليه، وكمان الحيوانات المفترسه اللي كانت يعني بيتعرض ليها الانسان. اشمعنى بقى في كوريا الجنوبيه؟ يعني العالم كله كان يعني بيتعرض ده، لو حضرتك عندك معلومه. هو, يعني. هو كل دوله وليها الرياضه الخاصه بيها او الطريقه اللي استخدمتها. احنا هروح بعيد ليه؟ احنا في بدايتنا كنا بنستخدم ايه عشان ندافع عن نفسنا بيه؟ الشومه. فهو هناك استخدم رجليه لان هو ما عندوش الفكر بتاعنا. فكل دوله او كل بيئه اكتر بيستخدم الطريقه اللي هو شايف ان هي اقرب اداه معاه. كوريا الجنوبيه كان عندها اكتر من طريقه، مش التايكوندو لوحده، لكن شافت ان تقدر تخرج للعالم التايكوندو. ده بالتطوير طبعا بالتطوير. حصل على مراحل كتير جدا ولغايه دلوقتي بيطوروا فيه. مفيش مره حضرتك استفدت من قدراتك ومهاراتك في عالم التايكوندو خارج اطار المنافسه مثلا عايز اوصل لدي مشكله مره او مرتين تقريبا؟ كانت ايه ملابساتهم؟ المره المميزه اكتر كانت هي اخطر مره كان ابن خالي وكان عنده مشكله مع حد ما وهما لمين بعض بقى فطبعا هو فجاه انا ما حسيتش غير ان هو هيجي يضربه فرجله طلعت فيعني كان مع نفسها. حتى هم سابوه هو اللي كانوا رايحين يضربوه وسكون انا يهدوا في دوت. اصل حضرتك شخصيا على فكره ممكن تبقى خادع للاخر لو دخلت في خصومه مع طرف تاني، وارد جدا الطرف التاني ما يعني ما هو مش متوقع ما يستنتجش ان حضرتك عندك الملكه دي او الموهبه دي. وانا اكتر مشهد شفته في حياتي في الواقع بقى غيري انا، كان لاعبه عندها تقريبا 12 سنه تقريبا، وحد كان ممكن يكون حجمي انا 3 مرات لدرجه ان انا ممكن افكر اتخانق معاه ولا لا. فجاه هي راحت عندنا ضربه جانبيه ولفت وضربته ووقعته. احنا بقينا يا واد بتحب اول حاجه انا بحب الحاجات دي جدا. بقينا يعني في مفاجاه، يعني الموضوع احنا مش متوقعين 12 سنه تضرب حد في الحجم ده بالعمر دوت فجاه كده. أنا وأنا في كي جي على فكرة من غير لا تايكوندو ولا أي كنت بضرب أي ولد يضايقني في المدرسة. الصلاة على النبي. والله العظيم. فهي في الفطرة. طبعا احنا محتاجين حد من غير تمارين. محتاجين مدربة. يا فندم تحت أمرك بعد الهوا ننسقها. حضرتك نورتنا وشرفتنا واستمتعنا جدا بوجودك معانا. شكرا ليك كابتن محمد وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا ليك يا كابتن كريم. ميرسي كابتن نوال. نشوف حضراتكم إن شاء الله بكرة وحلقة بقى نهاية الأسبوع 10 الصبح في الأهلي.